بنبدأ بسم الله بوصفتنا حقت اليوم. نبي نصلح سلطة الشاورما. بالبداية بصلح الصوص اللي حنتبل فيه اللحمة. شرايح اللحمة قطعوها بهالشكل، ممكن أصغر شوي أكبر شوي براحتكم، بس لا تكون سميكة كذا، مقاسها حلو. التتبيلة بتكون عبارة عن عصير ليمونة وملعقة خردل، زيت زيتون، بكتب لكم الكميات كلها، ملعقة دبس رمان، ملح وفلفل أسود، نص التتبيلة بصبها على اللحمة والنص الباقي بحتفظ فيه بعدين أوريكم إياه. أقلب الآن التتبيلة مع قطع اللحمة وأخليها بالثلاجة أقل شيء يا بنات ساعة. تبون تتبلونها من الليل وترتاحون منها أفضل. بعد ما تتبلت اللحمة حمي صاج أو طاوة على النار وحط عليها شوي زيت زيتون. بعد ما سخن معي الزيت شوي ببدأ أضيف الآن قطع اللحمة وأقلبها على الجهتين لحد ما تستوي، وبغطيها طبعا عشان ترجع العصارة لها. غطيت اللحمة وخلتها تستوي على راحتها. نجي حين نصلح الصوص الثاني. عندي هنا ملعقة زبادي، ملعقتين طحينة سايلة، هنا ملعقتين موية مع رشة ملح. نجي الآن عدل مكونات السلطة الخضراء. عندي هنا شرايح خس، شرايح خيار، مكعبات طماطم، وعندي هنا شرايح فجل. صوص الليمون والخردل اللي سوينا وخلينا نصه نصبه الآن ونحرك. بعد ما خلطت السلطة مع الصوص أنزلها على صحن التقديم. شرايح اللحم بعد ما خلصت بضيفها الآن على وجه السلطة. شوف التقمير تبارك الرحمن، والريحة خيال. شاورما لحم يعني صوص طحينة، معروف انه هو اللي بينطعها وبيعطيها النكهة الخرافية. واخر اضافة على الوجه الخبز العربي محمصته مع زيت زيتون. واخر اضافة على الوجه الخبز العربي محمصته مع زيت زيتون.